السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي يا جماعة. أصحاب النصروية اللي بعت لي بيقولوا إن أنا كنت قاسي عليهم في الفيديو بعد مباراة الهلال والنصر. أكون قاسي في إيه؟ النتيجة كانت ممكن تكون أكبر من كده. فريق النصر كان ضايع في الشوط التاني، ما كانش موجود. أقول لك كان موجود أضحك عليك. أقول لك النصر عمل حاجة في الشوط التاني، هقول لك النصر يستحق الفوز. الهلال خلص الكلام، الهلال خد النصر غسيل ومكوى. النصر ما بقاش موجود، تحس النصر ده فريق درجة تانية بصراحة. لا دفاعيا موجود، ولا هجوميا، ولا في خط نص، ولا في حارس مرمى، ولا في مدرب، ولا في أي حاجة. حتى الجمهور سكت. وأنت النهاردة لما تيجي تقول لي أنا كنت قاسي عليك، أنا عاوزك تفوق. لما تفتكر كلامي من الموسم اللي فات، من نص الموسم، قلت لك النصر مش هياخد بطولة. فاكر الكلام ده ولا مش فاكر؟ وقلت الهلال هيكسر الدنيا وهينيم الفرق من المغرب. نيمهم من المغرب، من العصر ناموا. الهلال خد الكل، الجميع رايح جاي، ما خلاش. وقلت ان النصر عقيد ويعيد ترتيبه. وكل ما نتكلم احنا جبنا كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو بألف بطولة، كريستيانو رونالدو وهو سبب ضياع البطولات من النصر السعودي. رغم ان هو هداف الدوري وهداف النصر وهداف كده. ليه؟ لان جمهور النصر واداره النصر ولاعيبه النصر والجهاز الفني في النصر والعاملين في نادي النصر بيخدموا على كريستيانو رونالدو. ما انت عايز تقول لي ان كوره زي اللي عبد الرحمن غريب عملها ووصلها لرونالدو ما يحطهاش جون؟ قلت انا الكلام ده واتكلمت فيه في مباريات مش بتاعه كريستيانو. وما تقوليش احكم على ساديو ماني وتاليسكا ولا كاسترو في وجود كريستيانو رونالدو. لان انا لما اتفرجت على النصر السعودي امام الدحيل في غياب كريستيانو رونالدو خارج الارض في قطر، لقيت النصر عمل مباراه عالميه تاريخيه، وتاليسكا كسر الدنيا، وساديو ماني كان موجود، تاليسكا سجل هاتريك، فعمل مباراه كبيره جدا. شفت تناغم ما بين لعيبه النصر في مباراه النصر وانتر ميامي في بطولة الرياض او كاس الرياض، ودية ودية. بس النصر عمل ايه في انتر ميامي؟ كريستيانو رونالدو مصاب قاعد على الدكة بيتفرج زي الناس اللي بيتفرجوا. تاليسكا عمل مباراة كبيرة، اوتافيو، لابورت، ساديو ماني، 6-0 مع الرقفة، 6-0 مع الرقفة. فالنصر عنده. عاد كريستيانو رونالدو امام الهلال في نهائي كاس الرياض، ايه اللي كان حصل؟ لا وجود للنصر نهائي، لا وجود، والهلال خده غسيل ومكوى. موسم بحاله في دوري وكاس وكاس الملك وكاس السوبر، والهلال ماسك النصر غسيل ومكوى بسبب ان احنا عندنا كريستيانو رونالدو. دي كلمه بيقولها جمهور النصر. فازاي انت هتحقق بطوله؟ قلت لك انا ترتيباتك، طب حل مشاكلك الدفاعيه. احنا هنا بنتكلم في كوره. الناس اللي هجمتني لما قلت الهلال ديناصور ومش هيسيب حاجه لحد وهياكل الجميع، صدقوني دلوقتي ولا ما صدقونيش؟ واقفل لي بس. لا ده كان في لمسه يد وضربه جزاء على الهلال، والهلال بيكسب بالتحكيم. ونراجع يا جدعان، اتكلموا على امكانيات، شوفوا المعدل البدني بقى فين، شوفوا اللعيبه بتعمل ايه، شوفوا الجمل اللي بتتعمل في نادي الهلال ازاي. اتكلموا كوره، شوف الكرة والفن والتجانس والانسجام. شوف كم جوكر في النادي الهلال. الهلال نفسه جوكر الكرة السعودية، الهلال نفسه جوكر الكرة السعودية. واللعيبة حقيقتها تستخدم تاخد المكافآت اللي بتاخدها، تاخد حقوقها. النصر بص لكريستيانو رونالدو، خلاص انت بص لكريستيانو رونالدو، خليك بص لي وشايفه. وانا نفسي ان كريستيانو رونالدو يحترم تاريخه ويحترم العظمة اللي هو عملها في كرة القدم ويعتزل، اعتزل كوره او العب مباريات على قدك. وانت مش قد الهلال، انت امبارح رحت عامل كده خلاص، خلصت الماتش، الماتش خلص وانت قائد. قائد ازاي؟ ما عادش عندك الامكانيات. ولو ما جبتش الكوره اللي انت جبتها دي بتاعت عبد الرحمن غريب، ما هيتقال عليك ايه؟ ما انت مضيع اكتر منها يعني، او امر منها. بتجيب جوان سهل، او بتجيب جوان قدام الانديه كلها، لكن قدام الهلال انسى ان انت تكون بطل.
عملت ماتش في البطوله العربيه فاكره في زي اليومين دول. ولكن يا كريستيانو رونالدو انت كنت سبب في ضياع الدوري الموسم اللي قبل اللي فات من النصر امام الاتحاد. حد يقول لي انت غلط، حد يدخل كده يقول لي انت كلامك ما فيهوش صحه. احنا بنتكلم بشكل تكتيكي وبنتكلم في جمل فنيه. انا ما اقدرش يا جماعه احكم على النصر السعودي اي لاعب فيه في حال وجود كريستيانو رونالدو. كل حاجه بتخدم على رونالدو. كاسترو ما يقدرش يتكلم مع رونالدو. رئيس النادي هيمشي كلمه كريستيانو رونالدو. تقول لي ساديو ماني ممكن يكون في غيره، ممكن حاجات دي. لا، الناس بتحب بعضيها وبتحضر بعضيها يا عم، ممكن يكون شكليات. انا اتفرجت على النصر في عدم وجود رونالدو، لقيت النصر موجود. فاحكم لي انت بقى واديني اديني الفريق يعمل بطوله. راجع نفسك، رونالدو عنده 40 سنه، ساديو ماني كبير في السن بس انا برضه مش عارف احكم عليه بصراحه. لعيب يمكن يكون حته الغيره، ما انا كنت بتفرج عليه وهو بيلعب محمد صلاح، كان في النقطه دي موجوده ما بينه وبين محمد صلاح كبيره قوي، وانا الافضل ولا مش الافضل. وهات لي بقى مدرب ان كان هما بيقولوا تكسر ويمشي كسر. طب فتره الاعداد اللي عملها النصر دي على اي اساس؟ انت الدوري هيبدا، ده احنا هنفتح الباب كده هنلاقي الدوري اشتغل. فازاي ان انت بقى هتجيب له مدرب دلوقتي هيعمل ايه؟ والفتره اللي فاتت وصفقات، واتكلمت انا بقى على امكانيات الهلال، قلت لك الهلال بمن حضر، وان يعني في القناه دي سواء انا ولا الضيوف والكابتن محمود نصر الله قال لك كلمه، قال لك الهلال لو ما عملش صفقات فعلى الفرق ان تدعم وتعمل صفقات عشان تلاحق النصر الهلال، يعني تنافس الهلال. الهلال بقى في حته تانية، الشكل البدني والشكل الادائي والخططي والاداره والتماسك كل حاجه بتقول لك الهلال شيء مظبوط. كلمنا في النقطه دي كويس قوي، وكلمت الكوره وناس لما قالوا ان انت بتتكلم عن الهلال بشكل كويس هنلغي الاشتراكات، رجعوا تاني. لان انا مش هكدب عليك، انا بقول الكلمه اللي انا مقتنع بيها. الهلال فريق كبير، فريق تقيل، منظم، وانت عمال تكلمني في حاله تحكيميه وحاله مش عارف ايه، وانت شايف اصلا مستواك البدني واقع والاداء الفني ما عندكش زي النادي الهلال. الهلال في حته تانيه، الهلال فارق عنك وسابقك خلاص، وبقى المسابقه بقت سنين ضوئيه. كنت زمان بس مثلا الهلال لو كسب النصر ماتشين لازم النصر يكسب الماتش الثالث مثلا على الاقل، وعدد الانتصارات قريبه من بعض بين الفريقين. دلوقتي موسم او خمس ست مباريات ورا بعض هرس، الهلال ماسك، ما سابش كلمه للنصر، ما سابش كلمه لاي فريق في نادي في الدوري السعودي حتى الان في الانديه السعوديه. والموسم ده وانا قلت لك من بدايه الموسم، من موسم الانتقالات، وقلت لك انا بستبعد النصر من المنافسه على الدوري، حصل ولا ما حصلش؟ انا قلت كده. لكن قبل السوبر ما رضيتش اقول لك ان النصر هيقع قدام الهلال، عشان قبل كده قلتها الناس زعلت مني. في كاس الملك قلت له لما كاس الملك طالما كريستيانو هيلعب المباراه كامله هيلعب ال 90 دقيقه، ده لعب الاستكسارا تايم يعني لعب ال 120 دقيقه بالوقت بدل الضايع، فصعب ان النصر يحقق البطوله وصعب ان كريستيانو يقول كلمه. وكان كريستيانو رونالدو بيقع في مسافه التسلل بشكل كبير جدا. حلول موجودة عند نادي النصر عشان ينافس وعشان يرجع للبطولات، ان يبقى نادي النصر هو البطل وهو رقم واحد، مش كريستيانو رونالدو هو رقم واحد. دلوقتي عند نادي النصر وجماهير نادي النصر وإدارة نادي النصر كريستيانو هو رقم واحد. بس بيتهيألي بعد النتيجة 4-1 دي والأربع أهداف في حوالي 17 دقيقة، وكان الماتش ممكن يخلص 6 ولا 7 ولا 8، بس ما اعرفش مين كده يعني هد الدنيا شويه على نادي النصر عشان نادي كبير. جماهير النصر في الوقت ده في حاله من الفوقان، يمكن النتيجه دي هي اللي تفوق جمهور النصر واداره النصر. ان انت عايز بطوله ولا عايز كريستيانو رونالدو؟ وضح لي ده بشكل واضح كده ان جمهور النصر هيتعدل، ومش هيتعدل يعني فكره هيعتدل
ويبص للبطولات والانجازات. انت شايف الهلال بقى بيحقق بيحقق بيحقق، وانت يعني ايه تاني وتالت تاني تاني تاني، وصيف وصيف وصيف، مفيش بطوله مفيش بطوله. لازم تفكر في الادوات اللي انت تاخد بيها البطوله. انا لو راجل همسك اداره فريق او مدير كوره او يعني هخلي ان البطوله للفريق هي رقم واحد، اسعاد الجماهير مش اللاعب، ان انا هخليه اعلى من الجماهير واللعيبه وكل ده، لان كل ده في النهايه يعني انت لاسعاد جمهور الفريق اللي هو روح الفريق. وانا بشكر اداره الهلال وكل اللي بيحصل في نادي الهلال، لانه فعلا فريق بطوله منظم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصل. السلام عليكم.